توجه وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة التونسية للمشاركة بالاجتماع الوزاري الدوري لدول الجوار العربي لليبيا، مصر وتونس والجزائر. يستكمل هذا الاجتماع المباحثات حول مستجدات الوضع الليبي، لا سيما الحل السياسي والوضع الأمني بليبيا. ويأتي هذا الاجتماع في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي بين الأفرقاء الليبيين في الصخيرات بالمغرب. مجددا، تعقد دول الجوار الليبي اجتماعها الدوري بالعاصمة تونس، وهو اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر للتباحث حول مسار القضية في ليبيا. ويتابع الاجتماع المباحثات المتواصلة لثلاثي الجوار العربي لليبيا التي كان آخرها يوم 15 من نوفمبر الماضي في القاهرة. ويعني هذا الاجتماع بشكل خاص بالمسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا. وتسعى مصر إلى إحداث تقدم حقيقي في الملف الليبي انطلاقا من إدراكها لتأثير استقرار الأوضاع في ليبيا على الأمن المصري. أهمية قصوى توليها مصر لمسألة توحيد الجيش الليبي باعتبارها حجر زاوية الاستقرار، وكانت روسيا أولى الدول التي بدأت تلمح إلى استعدادها المساهمة في تسليح الجيش الليبي إذا ما تم توحيده. الاجتماع الوزاري يأتي في مرحلة دقيقة بينما يتحرك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بشكل مكثف للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا. ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرى اتفاق الصخيرات الثانية الذي تم توقيعه بالمغرب بين الفرقاء الليبيين. وتعتبر المشاركة المصرية في اجتماع تونس حلقة في سلسلة امتدت على مدار العام من جهود حثيثة قامت بها القاهرة لمحاولة رأب الصدع الليبي ولملمة أطراف الدولة مرة أخرى بشتى السبل.